السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو مهم جدا لكل مربيين الأغنام والناس اللي بتربي أضحية العيد في المنازل. وفي الأيام اللي احنا فيها دي ناس كتير بتزود كمية العليقة اللي بتحطها للأغنام علشان زيادة الوزن، فلازم تخلي بالك، ولازم لما تزودي بالتدريج علشان ما يحصلش للغنم بشمة أو لكمة أو عسر هضم. هقولك إيه هي البشمة واللكمة وعسر الهضم. ممكن يصاب بيهم الغنم بسبب زيادة كمية الأكل، سواء كنتي حاطة كمية زيادة أو هو دخل على المكان اللي مخزنة الأكل فيه. كمان من الأسباب اللكمة إن الغنم تكون أكلت عيش معفن أو سبتي المية قدامهم لفترة طويلة والمية كانت متسخة، ده كمان ممكن يسبب بشمة ولكمة وعسر هضم. كمان ممكن يكون أكل كمية كبيرة من العلف السريع التخمر زي الشعير أو العلفة. كده عرفنا إيه الأسباب اللي تسبب البشمة واللكمة وعسر الهضم. هقولك إيه الأعراض اللي لو شفتيها في الغنم تعرفي إنها مبشومة أو ملكومة. بتلاقي الخروف واقف على جنب، الخروف اللي معانا ده عنده بشمة ولكمة، واقف ممتنع عن الأكل، حتى لو قرب من الأكل هتلاقيه مش هياكل. بتلاقي حركته مش طبيعية وبيقوم ويقعد أو بيتحرك ببطء زي ما انت شايفة الوضع اللي قدامك في الخروف ده، وبتلاقيه مش مرتاح، وبتلاقي ظهره بقى فيه تقوس بسيط، عنده صعوبة في التنفس، وبتلاقي عنده انتفاخ في الكرش، ولو ضغطتي على الكرش بتحس كأنك بتضغطي على عجين. في الحالة دي تعرفي انه جات له بشمة ولكمة وعسر الهضم. اتعاملي معاه وبسرعة. اول حاجة تبعدي عنه الاكل والمية تماما، وتنظفي المكان عشان تتأكدي ان مفيش بقايا من الاكل موجودة في المكان. لو موجود في البيت عندك باكو خميرة فورية، على طول بتدوبيه في نص كوباية مية وتزوديها وتدوبيها كويس جدا وتسقيها له، او تجيبي زيت خروع او معلقة كبيرة من زيت الزيتون. مش متواجد زيت خروع ولا زيت زيتون، يبقى على طول زيت اكل اللي انت بتستعمليه في البيت، وبتديله 10 سنتي عن طريق الفم او 15 سنتي عن طريق فتحة الشرج. ده بيخليه يفك معاكي ويسهل. بمجرد ما بيحصل عنده اسهال اعرفي انه كده خلاص بدأ يرتاح. لكن لو في صيدلية بيطرية قريبة منك بتجيبي حاجة اسمها لكسافيت. اللكسافيت بلس 99 جرام. اللكسافيت ده عبارة عن بودرة، ده ملين ومضاد للحموضة وفاتح للشهية. لكسافيت بلس لعلاج عسر الهضم وعلاج فعال لحالات الانتفاخ وزيادة الحموضة في المعدة والدم. كمان اللكسافيت موصوف للخرفان وللعجول وللماعز وللحصنة وللجمال. بتاخدي من اللكسافيت ده معلقتين كبار من معالق الطعام، يعني بمعدل نص الكيس بالظبط، وبتدوبيهم في كوباية مية، وتجيبي سرنجة كبيرة طبعا بتنزعي السن بتاعها، وبتبدأي انك تفرغيها ببق الخروف. احنا مش بنديله بالبرطمان على طول او بالكوباية، لان هيبقى فيه عندك كمية هادر عالية، لان الخروف بيشرب معاكي بصعوبة لانه تعبان. بتفرغي الكمية كاملة والمحتويات الموجودة عندك بالكامل علشان الكسافيت يبدأ ان هو يعمل مفعوله. بعد ما تعالجي سواء بالخميرة أو اللكسافيت أو الزيت، بتبدأي أول حاجة تعمليها في اليوم الأول إنك مش هتحطي أكل قدامه تماما، وهتبدأي تتعاملي معاه تدريجي. في اليوم التاني بتحطي تبن ودريس وبتمنعي الخضرة تماما اللي هي البرسيم أو ورق الذرة أو ورق الكرنب، يعني أي نوع من أنواع الخضرة فيه مية بتمنعيه بالمرة، ومش هتحطي أي نوع من العليقة اللي متعودة عليها. في اليوم الثالث بتحطي خضرة قليلة مع التبن والدريس، وبكده بتكوني
عديتي مرحلة الخطورة، بس لازم تتعاملي معاه بسرعة علشان لا قدر الله ممكن يحصل عندك نفوق في الأغنام بتاعتك. أتمنى أكون قدرت أوصل لكم المعلومات الكافية عن البشمة واللكمة وعسر الهضم، وأكون نلت إعجاب حضراتكم. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.